اليوم كنصوروا أغنية من الألبوم رح أغطكم بالألبوم اسمها تحت النظر الأغنية وهي أغنية مصرية وكيف ما شفت كنصوروها مع المخرج ديفيد زيني بدبي وهي الأغنية من ألحان الملحن الكبير وليد سعد وكلمات الشاعر الكبير نادر عبدالله توزيع توما Music videos has always been a bit of a personal thing with me. We personally like to embed stories and creative elements to really drive forward characters, the artist, and a nice storyline that will develop from beginning to end. Action. And down. توفقت بالمشاركة في هذا البرنامج وتحلي الفرصة باش نوري للعالم يعني القدرات الفنية يعني ديالي والحمد لله الناس حبوها وتقبلوها وتقبلوني وبعد هذا بيصير كاين الشغل يعني في خلطة يعني هو الفن كبير بزاف يعني ما يمكنلكش تقول زعما أنا كان نحب هاد اللون أو هاد اللون الفن ملي كتبغي الفن كتبغي الألوان كلهم أكيد الألوان المغربية المصرية الألوان الخليجية ما بعيداش على قلبي حيت قريبة بزاف الألوان المغربية